محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض بقى بيتزا او بيتزا. انا جبت عجنتها العجينه معاكم عشان تلحق تخمر، عشان تاخد وقت على ما تخمر، تاخد ساعه على ما تخمر. انا عجنت العجينه دي معاكم في حلقه قبل كده. بصوا بقى، عندي بقى كوبايه ميه دافيه او كوبايه لبن اللي موجود عندي. هتجيبي 4 كوبايات دقيق، 4 معالق زيت، اي زيت موجود عندك، ودقيق البيتزا، اي دقيق، اي دقيق موجود. شوف انا مخمر. هتجيبي معلقه خميره كبيره، ومعلقه سكر، وربع معلقه ملح. هتدوبي كله مع بعض، وهتعجني لما العجينه تبقى معاكي كده، بتعجني لما تسيب من البوله وتسيب من ايديك. العجينه جميله، انا عجناها معاكم قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بقى الحشوات، اي حشوات عندك، اي حشوه بتفضليها. لانشون، عندي طماطم متقطعه قطع، طماطم صغننه، مش طماطم شيري ولا حاجه، طماطم صغيره وقطعتها 2، زيتون، بصل، فلفل، فلفل حار وفلفل بارد. عندي مشروم، وعندي جبنه، وعندي الصلصه. الصلصه اللي هي ايه؟ هناخد بصله صغيره ومعلقه ثوم، وندبلهم على النار لما يعني ما يتحمرهمش قوي، يتبلوا بس كده. هنزل عليهم بالطماطم ومعجون طماطم اللي هو الصلصه، معلقه صلصه، وتسيبها اول ما تستبك زي اي صلصه، زي صلصه المحشي، زي صلصه المكرونه، اي صلصه. وهحط عليها بس معلقه ايه؟ زعتر، بتديها طعم ونكهه جميله. شويه فلفل اسمر وشويه ملح بس كده. هنقطع بقى البيتزا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كده، ونقطع العجينه. العجينه معايا اهي جميله اهي، خمرة خالص اهي. قطعيها بقى على قد الصواني اللي انت هتغمزي فيه. صينية صغيرة تقطعها صغيرة، صينية كبيرة تقطعي تقطع كبيرة. مش حاجة فيها سهلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. خمرة وجميلة. افردها بقى. شوف العجينه معايا جميله ازاي، زي عجينتها طريه زي عجينه الفطير كده، زي ما كنت بتعملي نفس عجينه الفطير. هجيب الصينيه اهي وهدهنها زيت، اي صينيه انت هتعملي عليها هتدهنيها زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهات هنا الصينية زيت اللي انا هحط فيها البيتزا، واي صينية عندك هتعملي فيها. لو صينية كبيرة هتعملي هتكبري العجينة شوية، صينية صغيرة تصغري لها العجينة شوية. ولا عايزة دقيق ولا عايزة اي حاجة، ماشي لوحدها. عجينتها جميلة بتتفرد معايا. ثاني خالص انت مش عارفة تخبزيها على تخبزيها في الصينية، هتحطها في الصينية وتبططيها في الصينية، تفرديها في الصينية نفسها، ما مش عارفة تشيليها. سهلة جدا اهي. خطوات بقى، وما يعملي واحدة بيتزاية كده تبقى حلوة جميلة كده، أو 2 3 صغيرين. نص كيلو دقيق.
جميل اهي، خلاص تاني خلصتها خبيزه اهي. انا هحط لها بقى الصلصه عشان ما تنتفخش معايا من الوسط. ابتدي اهي اعملها بالشوكه كده، اخرمها بالشوكه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي بقى احط لها الصلصه. فردتهم اهم، عملتهم بالشوكه كده عشان ما تنتفخش من الوش، من ما تنفخش معايا، مش عايزاها تنتفخ تقب يعني كده. حط لها الصوص بقى، صوص البيتزا. صوص ريحته جميلة، ريحة صوص البيتزا جميل. ممكن تحط لها صوص كاتشب لو مش عايزة تعمل لها صوص، حط لها صوص كاتشب. متخليش الصوص يروح على الاطراف عشان ما يتلسعش منه في الفرن. كنا مشغله الفرن بقى مولعاه قبلها، يبقى سخن وبتدخل ايه على فرن درجه حراره مرتفعه زي الفطير كده. ما بتاخدش اعتقد 10 دقايق في الفرن، بتعليلها من تحت قوي وتبشريها برضو وتشوفيها كده خدت لون من ارضيتها، تروحي جايه ومغطيها من تحت ومعليالها من فوق تاخد تحمر وشها. سواها كويس يعني، فرن البوتاجاز، فرن الغاز، اي فرن. هنخلي الصوص كله دي. الناس طلبت مني عمايل البيتزا، عملتها لهم اهي عشان يشوفوها خطوه بخطوه. وبعدين اللي عايز برضو يشوف طريقه البيتزا يكتب مطبخ غادة محمود بالعربي او بالانجليزي طريقه عمايل البيتزا، شرحها ومفصله وجميله خالص وهتعجبكم جدا لو جربتوها هتطلع جميل. حطيت الصوص اهوت بقى، هبتدي بقى احط الحشوات دي بقى. احط الاول شويه جبنه عشان ندولها مطة كده الأول كده احط شوية جبنة صغيرين اهما، لكل واحد احط لها شوية جبنة. هبتدي بقى نحط دي مشروم اللي هو عيش الغراب. عايزة تحشي أي حشوة انت بتفضلها، شيء شيء اي حاجه ان شاء الله. جبنه بس خالص، هعمل دي بقى بالمشروم. نحط بقى شرايح بصل، شوية زيتون، شوية فلفل، شوية طماطم، ها
بقى هحط لها لانشون اهي. بص بقى في اسهل ما يمكن، سهله جدا. شوف نشتريها بقى من بره بكام، بيتزا طبعا سعرها غالي جدا، لو عملتها في البيت مش هتتكلف زي ما انت ما تشتريها من بره. شويه فلفل، بس كده هبتدي ادخلها الفرن، احط الجبنة على الوش وادخلها الفرن. هي ما خدتش طماطم. بس طلع البذرة والمية من الطماطم عشان ما تلينش الوش بتاعها، عشان وشها ما يبقاش لين. سيبها بقى شويه ترتاح، يعني تخمر معاكي وترفع بقى تاني، عشان احنا بططناها كده في ما فردناها ضيعنا الخمر بتاعها. بس خلاص كده حطي كده بقى. ادخلها بقى الفرن. شو بقى طلعتها من الفرن اهي، جميله جميله اهي. اللهم صل على النبي الجميل. شايفين بقى البيتزا، اللهم صل على النبي جميله. Thank you.
بقى الوصفه، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك للقناه. اتفضلوا بقى بالهنا والشفا. شايفين البيتزا طالعه جميله ازاي؟ طعمها جميل وشكلها وريحتها طالعه جميل. طريه ازاي؟ مرمشه الحشوه اللي عليها مستويه كلها.